ليلة عصيبة كانت على مدينة جسر الشغور، حيث تناوبت 3 حربيات على قصف المدينة ب9 غارات جوية على منازل المدنيين والأحياء السكنية في المدينة، حيث كانت الحصيلة 5 إصابات وشهيد، وبالإضافة إلى اندلاع 3 حرائق في منازل المدنيين. وقمنا نحن كفريق دفاع مدني بالاستجابة لجميع هذه الضربات وإسعاف المصابين. امبارح بالليل 3 طيارات حربيات كانت عم تضرب مدينة جسر الشغور، أدى لدمار كبير وهلع السكان، و نسبة نزوح كبيرة الآن تشهدها منطقة مدينة جسر الشغور، ودمار هائل في المنطقة المستهدفة. الليل ولا الفجر؟ الليل الساعة 2.